يشهد العالم منذ نهاية عام 2019 العديد من الأزمات المتعاقبة، ففي مطلع عام 2020 اجتاح فيروس كوفيد-19 دول العالم لتتجه نحو إغلاق حدودها أمام حركة الطيران والسفر وانتقال المواطنين، وبما حمل في طياته الكثير من التداعيات على اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. ولكن تشتد حدتها ضراوة على دول القارة الإفريقية خاصة، فلقد تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسات التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانياتها نحو توفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاحات ضد ذلك الفيروس، وهو الأمر الذي أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية والتي تعاني أساساً العديد من المشكلات والأعباء الداخلية. ولم تكد تمر تداعيات أزمة ذلك الوباء وظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي منها حتى تزامنت معها مشكلة تزايد الضغوط التضخمية العالمية خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية التي أسفر عنها النزاع الروسي الأوكراني من ظلال قاتمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصادات الدول الإفريقية بوجه خاص. ولقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والشحن، الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على كافة الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، الأمر الذي نشاهد آثاره بشكل واضح ليس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات فحسب، بل ندرتها وعدم إتاحة الكثير منها أحياناً في العديد من الأسواق وحتى في الدول الأكثر تقدماً. القارة الإفريقية، قارتنا السمراء، الشمس المشرقة، الحديقة الغناء للكرة الأرضية، هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا، وهي أيضاً ثاني أكثر القارات اكتظاظاً بالسكان. تبلغ مساحتها حوالي 30.2 كيلومتر مربع، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة. وتحظى القارة بأشكال متعددة ومختلفة من الثروات التي حباها الله بها، حيث تمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذرياً عن واقعها. وعلى الرغم من ذلك تعاني القارة الإفريقية من مشكلات كثيرة لا يتسع المجال لسردها، ولكن لعل أبرز تلك المشكلات ما يتعلق بمعدلات الفقر المرتفعة في العديد من المجتمعات الإفريقية وما له من تبعات متشعبة سواء على مستوى صحة الأفراد أو معدلات الإنتاجية، وبالتالي على تحميل موازنات الدول المزيد من الأعباء. ومن أبرز المشكلات أيضاً التي يعاني منها معظم دول وشعوب القارة هي مشكلة التصحر وآثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية وما لذلك من انعكاسات على السلع الغذائية. إضافة إلى ذلك فإن من أخطر المشكلات التي تواجه دول القارة الإفريقية بل والعالم أجمع هي مشكلة ندرة المياه والتوزيع العادل لها، وهو ما يزيد من الضغط على المتاح من الرقعة الزراعية في العديد من دول القارة. مصر القلب النابض للقارة الإفريقية، والتي تحرص دائماً على تميز علاقاتها مع أشقائها في كافة دول القارة. ودأبت الدولة المصرية على وضع هموم ومشاكل القارة على رأس أولوياتها، ولقد تجلى ذلك في مساعي القيادة المصرية للتعامل مع العديد من التحديات المتنامية والمتشابكة خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019. الذي يتعين علينا نحن الأفارقة أن نثبت لأنفسنا قبل العالم الخارجي أنه حلم واقعي سيتحقق، وأنه بالإرادة لا مكان للمستحيل. واليوم تحتضن العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية فعاليات الاجتماعات السنوية 29 لمساهمي بنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2022 تحت شعار تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في عصر ما بعد كوفيد-19 والاستفادة من طاقة الشباب. ويسطر تاريخ مسيرة البنك هذه الاجتماعات كعلامة مضيئة على طريق التعاون المتواصل مع مصر، حيث توجت الاجتماعات برعاية وتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية وراعي جهود التنمية في القارة الإفريقية. أسمر وكان فنان على الحلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح كيان.